يجلس هذا الرجل المسن طريح الفراش عاجزا عن تدبير أبسط احتياجاته. ذاك هو العم أحمد حيدر قائد العيدي، والذي يبلغ السبعينات من عمره، من محافظة ذمار. أصيب بجلطات متتالية أثرت على صحته بسبب تدهور جسده المنهك من السكر والضغط والكلى، مما أصابه بشلل كلي يعجز حتى عن تأدية أبسط مهامه. أعاني من شلل فيه وبواسير وحالتي حالة وفقر. كم معك جهلة؟ معي 6 بنات مزوجات. من درجات جانا حصرا عندي يوم موت أمي فقط. هذه الحالة تعتبر من الحالة الأسر أشد فقرا، وهو عاجز ومريض وزوجته توفت، ويعول الأسرة كبيرة، يعول الأسرة كبيرة يعني 7 بنات ولا معه أي شيء، وعاجز داخل البيت. 7 فتيات من بناته وزوجته ماتت قبل بضعة أشهر، وهي من كان يعتني به، وحال مؤلمة جدا من الفقر والمرض والعوز تحيط هذه العائلة، ولا أحد يعولهم إلا الله تعالى وما يجود به عليهم جيرانهم. معي والدي مسكين مريض، حالته حالة يعاني من القلب، من البواسير وجلطة، واتمنى من اصحاب الخير ان يساعدوا. ما بالله احنا 6 بنات كل واحده مرت جس عنده، مسكين ما يدري من يقلبه، ما يقدر يتحرك ولا من مكانه. والدتي توفت كانت ما بالله، دحين ما معه احد، واحنا 6 بنات مزوجات ولا معه احد، ولا احد يديله ولا احد ينشده. ما بالله أصحاب الخير ما راح نقع جم أقدر أتكلم ولا أدي خبر ولا حد يديني. ما وين زوجتك؟ هي متوفت الله يرحمها. كم لها؟ الله يرحمها ماتت، لا يمكن 15 يوم أو 20 يوم من يومها. وأنا غريب ما في أحد، لا رجال ينفع لي ولا شيء إلا البنات. هلا وكل واحد زوجها ما صار على عندي زوجها، خلي عندي لا يوم مثلا 4 أيام بس. يعني ناشد جميع المستثمرين والفاعلين الخير بأن يمدوا هذا الشخص بالمساعدة العاجلة لإنقاذ نفسه، ومن أحيا نفسا فكأنه أحيا الناس جميعا. اللي شيء تساعد معابي على الأرقام 7 7 5 8 3 9 9 9 8، والرقم الثاني 7 7 6 9 6 0 6 9 0. يتمنى الحاج أحمد أن يجد الغذاء والدواء وأن يسد الحاجة عنه وعن فتياته، لكن لا حول له ولا قوة، فمن لهذه الأسرة الضعيفة إلا أصحاب الخير ليجودوا له بما يعينه على مصاعب الحياة، ويوقف دمعة مسن مريض عاجز، والتي قد تكون سببا في دخول أحدهم إلى الجنة.